مين فينا ما عداش بتجربة صعبة في حياته؟ ضيوفي النهارده فكروا ازاي يعملوا جروب ويخلوا كل ست وبنت تحكي وتشارك تجربتها وازاي يساعدوها انها تحلها. صاحبة الجروب هي اول واحدة شاركت تجربتها علشان قصتها تكون سبب في دعم اي ست، ومن هنا جت فكرة جروب تجربتي اللي هنعرف كل تفاصيله من ضيوفنا الاختين اللي منورينا النهارده في استوديو. انتي انجي يوسف وشهناز يوسف منوريني، ومبسوطه جدا جدا بوجودكم معايا. في البدايه خالص انجي انا عايزه ابدا معاكي القصه من الاول خالص، خاصه فكره الجروب جات لك انتي شخصيه مريتي بيها، يعني تجربه شخصيه انتي مريتي بيها وحبيتي ان انتي تشاركيها مع الناس. احكي لي التفاصيل وتفاصيل فكره ان انتي قراري ان انت تشاركي تجربتك دي مع الناس. بصي، هو انا اصلا نسيت موضوع التجربه كانت ايه، لان انا ما بحبش افتكر حاجه وحشه. بس هو انا جالي كانسر زي ناس كتير، ستات كتير جالها المرض ده فجاه كده، وانا اصلا من نوع الشخصيه الحيويه، بحب الخروج وبحب الاصحاب، يعني بحب العلاقات. فرفوشة. مره واحده كده فرفوشه. أيوة. مش بتاعه العيا والحاجات. أيوة. دي فمره واحده كده اكتشفت ان انا عندي كانسر. اخدتها بضحك جدا، هي دي بقى كانت بتعيط وعامله مناحه. فانا احنا اول ما عرفنا فكلنا طبعا صدمة. بنقرا فجالنا ذهول، ابتدى ولادي بيعيطوا واحنا بنعيط، بقول لها كده، قالت لي الحمد لله ان هي جت فيا، مفيش اي حاجه عادي، خدت الموضوع بضحك. عارفه انت قلت لها عندك برد؟ يعني احنا كنا واخدين الصدمه ازاي هي ازاي. لا فعلا خدتها بضحك، وعارفه ان انا شعري هيقع، وعارفه ان هتعالج علاج صعب اللي هو الاشعاعي والكيماوي وكده. بس سبحان الله ربنا لما بينزل الصبر، اخدتها بضحك سبحان الله، ولقيت بقى يعني تكاتف من اهلي ومن صحابي، وعرفت استبعد ناس من حياتي، وناس تانية قربت من حياتي وشلتهم فوق راسي. صفيتي بقى، عرفتي مين اللي معدنه كويس طبعًا. ومين طبعًا اللي طبعًا. اللي هم كدابين الزفه زي ما بنقول. اكيد اكيد الاهل اكتر حاجه الواحد بيشيلهم على راسه. وكفايه مثلا وقفه اختي، اخويا، جوزي، ولادي، الناس دي كلها طبعا. يعني اختك ولاد اختي كلهم عشان يزعلوا عشان يتفرجوا علينا. اكيد اكيد. لا الحمد أكيد لله كان ليهم دور برضو فعلا وسبورت. هو دور اساسي. يعني هو من غيرهم انا كان ممكن يعني مناعتي تنزل او يجي لي احباط، بس هم بصراحه كانوا رافعين مناعتي، لان انا برضو اعتقد ان انا كنت رافعه لكم مناعتكم. لا هي اللي كانت رافعه لنا مناعتنا. ربنا يخليكوا لبعض. يعني هي بتقررها كده، ومن هي عايزه تخرج معانا وتنزل وشايفه المرض ده وعارفه تطوراته يعني مش حلوه. بس كانت بتبقى داخله تاخد الجلسات وهي مبسوطه وتضحك مع الناس. اي نعم، كنت ساعات بنهار من شعري وهي كانت بتيجي تصبرني يعني. ايوه شويه طبعا، لانه بينزل كتل كامله. طبيعي. بس الحمد لله عدت، ويرضى يشفي كل مريض يا رب. قررتي امتى بقى انك تعملي الجروب؟ والله انا كنت قاعده كده مسافرين الساحل وقلت ايه نعمل جروب علشان اقول تجربتي واشارك. يعني كان بعد ما خفيتي ولا كان اثناء رحله العلاج؟ لا بعد ما خفيت يعني، بس مش قوي، كان فتره بسيطه. يعني بعد ما خفيتي بشويه صغيرين. المهم عملنا الجروب. اللي يضحك في ايه بقى، ان احنا عملنا جروب، عمال ما وصلنا هناك لقينا الجروب بقى 7000 في خلال كام ساعه في الطريق. فحسينا ان ايه ده، الجروب عمل حاجه حلوه يعني. فعشان كده احنا خدناه بهزار الاول ان احنا ندعم بعض، وبعد كده لقينا جروب يعني عدى بالوفات. بس هي خدت من تجربتي التجربه اللي هي مرت بيها. قد ايه الناس لما بيقفوا مع بعض ويدعموا بعض ممكن فعلا الواحد يخف بالدعم بتاع الناس. صحيح. والكلام أكيد. والوقفه. فاحنا قلنا في ناس كتير في الجروب ما عندهاش اخت، ما عندهاش ام، ما عندهاش حد يقف معاها، كلنا بقينا نقف مع بعض دلوقتي. يعني في ناس بيجي لها الكانسر من الحزن، في ناس بيجي لها الكانسر من الوحده، من انها حاسه انها بتعمل كل حاجه لوحدها. فبعد كده يعني دكاتره كتير قوي قالوا ان السبب من اسباب الكانسر الاساسي هي الحاله النفسيه. انا عايزه اقول لك على حاجه مش بحب اقولها، يعني انا فتره مرضي كان في اصدقاء كتير كانوا معايا عيانين، منهم المذيعه الله يرحمها سميحه. انا بحبها جدا، يعني انا عندي رسائل منها، كانت هي بتبعت لي علشان تدعمني وتقف معايا وكده. ففي مجموعه الصحاب اللي كانت بتدعمني وقعوا مني. يعني هم حصل ان كذا حد اتوفى، فانا كنت مناعتي كانت بتنزل في الفتره طبعًا. دي بقى طبعا يعني طبعًا. كنت بحس ان انا ايه، انا خلاص بقى يعني هم كله يعني بيروحوا كده. فكانت شي ناس تقعد تقول لي ما ترديش على حد، ما تتكلميش حد في الموضوع كذا كذا، ما نتكلمش عن المرض، يعني ما نتكلمش كتير عن المرض، نتكلم عن الحاجه اللي خفوا، نديها امل ان شاء الله هتخف. وكل الناس بتخف، بس لازم يبقى هي عندها ايمان بربنا ان هي هتخف. وهي في حكايه الايمان دي بقى، هي عندها ايمان بربنا في كل حاجه. بس كان واحد بيصعب عليه الاصحاب اللي هم القريبين اللي بيقعوا منك يعني. اكيد اكيد هم وصارهم اكيد بعد كده اللي بيعانوا من الالم. أكيد. طيب كلموني عن الحكايات بقى، بدانا الجروب
وبقى عليه ناس كتير جدا جدا فجأة، وده أكيد كانت حاجة بالنسبة لكم مدهشة أو يعني مفاجأة. بس عايز أعرف الحكايات الأولى أو الحكايات المميزة اللي لا يمكن تنسوها اللي اتكتبت على الجروب، وكنتوا أنتوا سبب في أن الحكايات دي أو صاحبة الحكاية دي تعيش حياة أفضل أو تتحل مشكلتها. قولي انت بقى. هو في اول حكايه جات لنا كانت من سيده كانت مستواها المادي كويس جدا، وولادها في جامعات ومدارس امريكان ومش عارفه ايه وكده. حصل مشكله لجوزها فكان تعبان، فابتدت ان مفيش دخل بيجي لها، فابتدت الاولاد مش عارفين يدخلوا المدارس، مش عارفين يدخلوا الامتحان، المستوى بيختلف تماما. ابتدت تبيع كل حاجه في البيت، وصلت ان باعت كل حاجه في البيت. لحد ما جات لنا بقى في الجروب قالت لنا انا مش عارفه اتصرف خلاص، مخي وقف، ولازم ان انا اقدر بس عايزه ادفع الجامعات والمدارس عشان الولاد والتعليم. صحيح. طبعا كجروب احنا اجتماعي وكده، حاولنا بقى نجمع بعضنا وكده، وكذا سيده دفعت الجامعه ودفعوا المدارس وكده، وهي ابتدت بقى تتعلم حاجه مهنه يدويه علشان تقدر تعيش بقيه الفتره دي، لانه لو دفعوا مثلا السنه دي مش هيبقى السنه الجايه. بس احنا عندنا في الجروب ان اي حد بيدخل مهنه او يتعلم حاجه لازم كلنا ندعمه، او بيعمل مشروع يعني اي حد بيشتغل في حاجه لازم احنا نشتري وندعمه، بدل ما احنا في الجروب مع بعض او في اي مشكله دايما على طول بندعم الحاجات، لان دايما طلع اشاعه على الستات ان هم بيغيروا من بعض وما يساعدوش بعض في حاجه ابدا، ولو واحد شافت واحده تقع لا يعني ما يفرقش معاها. انت عندك حق، هو في نماذج كتير بالشكل ده، واحنا اصلا بنقابلها كانجل شيماز يعني. بس احنا ما عملناش كده، حتى احنا الجروب بتاعنا بندعم الاصدقاء بدون اي مقابل، احنا ما بنعملش اللي هو نزلي اعلانك ايوه صح. احنا بدون مقابل بحب بجد يعني. انتوا كمان بتتجمعوا، احنا شايفين صوركم اهو، بتتجمعوا وبتجمعوا الناس، انتوا عملتوا صداقات مختلفه تماما يعني. البني ادم في حياته بيقابل في المدرسه وبعد كده الجامعه وبعد كده الشغل، وبيعمل صداقات عاديه جدا في حياته، انما اعمل صداقات وصداقات تعيش وتدوم من جروب تجربتي. دي كانت برضو حاجه مختلفه. برضو كلموني عن فكره ان انتوا تعملوا تجمعات والناس تنزل تتقابل وتعرف بعضها ويبقوا صحاب بجد في الحياه الحقيقيه، مش بس الحياه الموازيه اللي هي الالكترونيه. بصي، هو احنا اصلا شخصيات كنا مشهورين على الفيسبوك من خلال صحابنا، ان احنا كل صحابنا فنانين واعلاميين وكده، عشان احنا قعدنا فتره في المجال ده شويه، فكنا عندنا اصلا علاقات. فلما عملنا جروب الناس دي دخلت على الناس العاديين، فابتدوا هم عايزين يقابلوهم وعايزين نوطط العلاقات ما بين الناس دي. فكرنا ان احنا نعمل تجمع بس احنا على فكره بنختار الاصدقاء اللي يجوا معانا، يعني مش اي حد بيجي معانا يحضر الايفنت، لازم اكون مكلماه وعارفه يعني طبيعه شغلها، اعرف يعني شخصيتها، مش اي حد طبعا بيحضر معانا الايفنتات. هل علشان يعني الفكره دي علشان تقربوا الناس من بعضها، الناس اللي تبقى يعني صفات اجتماعيه واحده او تفكير واحد، او مثلا بيشتغلوا تقريبا في مجال شبه بعض فيعرفوا يندمجوا مع بعض، ولا علشان قلقانين من انه حد يندس مثلا او حد يدخل يعمل مشاكل او ياخد صور يعمل حاجات من الحاجات دي؟ لا، هي المشاكل بقى اي حد ما نبقاش عارفينه، يعني حد جاي لنا من المجهول ما نعرفش اي حاجه، لا لازم نبقى عارفين هي فين. بعدين احنا عرفنا من خلال التعليقات اللي هي بتخلينا نعرف الشخصيه اللي احنا بنتعامل معاها دي، هل شخصيه سويه، شخصيه مش طبيعيه، لان في ناس مثلا بتكون كاتبه تجربتها بتبص تلاقي هجوم فظيع، واحده عايزه دعم فواحده بتهاجمها، فطبعا دي ما تقدرش تخش ما بينها تعمل مشكله اكيد. هو جالنا فكره التجمعات دي كمان من الناس نفسها، اللي كل شويه حد يقوم باعت، طب بدون اسم، انا مثلا سيده عندي 50 سنه ولا 60 سنه، ولادي اتجوزوا وقاعده لوحدي، عايزه اعمل صداقات، ما فيش حد جنبي. فبالعكس قلنا طب ما صحيح احنا ممكن نتجمع مع بعض وكلنا نبقى اصحاب. ودلوقتي عملوا هم أسرة، يعني هتلاقي في الجروبات كذا حد هو عامل أسرة، كلنا بقينا بنسأل بعض وبنسأل على بعض، وفي أي مناسبة كلنا حاضرين. فلا بالعكس احنا يعني عايزة أقولك في الأفراح بنبقى مع بعض، في حاجة وحشة لا قدر الله مع بعض، أي حاجة بنلاقينا مع بعض. حقيقي أنا بشوف ده بنفسي، لأن أنا على جروب تجربتي أنا كمان، والله ما كنتش عارفة إن إنجي وشاهيناز هيبقوا معايا النهاردة، بس أنا على جروب تجربتي من سنين، من حوالي 4 سنين او 5 سنين. فلا هو جروب جميل جدا جدا وفكرته حلوه قوي. وكمان احنا كنا معاكم في فعاليات التجمع اللي انتوا عملتوه يوم الجمعه اللي فاتت وصورناها، تعالوا كده نروح نشوف ونوري جماهيرنا ومشاهدينا جزء من التجميعه الجميله دي، تجميعه ستات جروب تجربتي، ونرجع تاني.
جروب تجربتي صحابها اتنين ستات قرروا يعملوا جروب ويجمعوا فيه عدد كبير من الستات ويكسبوا ثقتهم وصداقتهم ويساعدوا ويستشيروا بعض في كل المواضيع سواء كانت اجتماعية أو طبية وغيرها كتير. بنتكلم في حاجات كتير قوي، في كل حاجة، في ولادنا، في الموضة، في البلد، في السفر، في الإيفنت الجاي هنعمل فيه إيه. وبعدين بتعمل لنا برضو حاجة جميلة جدا، بتعمل قاعة مغلقة عشان نبقى يعني ستات بس لوحدينا كده، فبناخد راحتنا خالص وبيبقى يوم جميل جدا جدا. يعني بنروح يعني بنبقى عندنا بوزيتيف انرجي مش طبيعية. يعني هي معظمها تجارب شخصية، بس طبعا أنا ما قلتش ولا مشكلة يعني الحمد لله، بس أصدقاء لينا وناس في الجروب كتير بتقول مشاكل وكلها في سرية تامة، فكلنا أي حد عنده معلومة عنده إفادة يقولها لهم وكده، والحمد لله بنحاول نحل لبعضينا يعني وبنفيد بعضينا في الجروب. عرفت الجروب عن طريق الفيسبوك، أنا من أوائل الناس يعني الحمد لله في الجروب. كان الأول ابتدينا بتجربتي وبعدين بقينا بقى مش أصحاب، يعني ابتدينا بقى نقرب من بعض كأخوات وعلاقات بقى أسرية وكده، وبنستفيد جدا. ومفيش أحلى حاجة إن مفيش مصالح خالص، كله من قلبه يعني نخدم بعض، واللي عايز يعني كله بيستفيد من بعض بصورة جميلة. يعني احنا اتعرفنا على صداقات بالجروب ده غير عادية، احنا بقينا مع بعض يعني اكتر من الاهل. يعني احنا مش بتقابل في الجروب بس، احنا بقينا بينا صداقات وبقينا معارف اسرية وفي مناسبات اجتماعية بنحضرها مع بعض. يعني بقينا يعني عايزة اقولك من السنة، عايزة اقولك الخروجة بتاعت الجروب دي زي ما يكون مثلا عارفة الطفل مستني يوم العيد، احنا بنعملين كده من حبنا ببعض، مفيش نفسنا ولا الكلام ده خالص خالص. الهدف الاساسي من الجروب هي المساعدة والمساندة بشكل مباشر وغير مباشر، ويثبت وقفة الست المصرية وجدعنتها مع الست اللي زيها، وإنهم بيشاركوا أفكارهم وخبراتهم في مجالات كتير، في الشغل أو البيت أو حتى وصفة لطبخة. شروق ناجي، انتي اي تي سي.